تحسين الخدمات المقدمه للجمهور كان من احد الحاجات المهمه، مش مجرد ان احنا بس ندي كهرباء بصوره جيده، وانما ايضا المعامله مع الجمهور. عملنا منصه، عملنا، مش هخش في التفاصيل كثيره، لكن بنتلقى شكاوات بنتعامل معاها، ويعني ادي عملنا منصه حقوقيه الكترونيه موحده لخدمات قطاع الكهرباء، فيها سداد الفواتير وتركيب العداد بدل الفاخر وتحويل طلب ممارسات الى عداد كلي وشهاده بيان استهلاكات. يعني جميع هذه الامور كلها بتتم في الوقت الحالي من خلال منصه الكترونيه. وضع معايير، عمل ايضا مراكز الخدمه اللي بنقابل فيها الناس، حاولنا نرفع من الكفاءه بتاعتهم. احنا عندنا عدد المراكز على مستوى الجمهوريه حوالي 465 مركز، في مراكز متميزه 152، في مراكز متوسطه 189، وفي مراكز بحاجه للتطوير، واحنا شغالين في تطوير هذا الامر تماما. ده شركة من في يمكن في الصعيد في بني سويف، ده شركة مصر للوصل لتوزيع الكهرباء، ده صالة خدمة الجمهور، صالات فيها أماكن محترمة للانتظار، فيها أماكن مكيفة وهكذا. يعني احنا بنحاول بقدر الإمكان نرفع من الكفاءة. دي شركة مصر العليا في أسوان، ده برضو صالة خدمة الجمهور، شركة مصر في هنا. طرق التواصل، احنا في خط ساخن، تلقينا حتى الآن 13 مليون مكالمة في خلال الخط الساكن في تطبيقات ذكية، جات لنا حوالي 8696 ألف شكوى من إنشائه في 2016 في موقع إلكتروني لوزارة الكهرباء. الشكاوى اللي وصلت حاجة بتاعت ده مش شكاوى، ده 131518. أنا شخصيا تلقيت على تليفوني المباشر حوالي 2093 شكوى حتى الآن. بنرد على الناس يا فندم، بس مش عاوز الناس دايما تستخدم هذا الكلام، وطالما ان هناك في منصه للوضع الناس تقدر تستخدمها، لكن بنرد عليها، بنشوف المشكله وبنحلها ونرجع نكلمه تاني على انه المشكله اتحلت. ما بندعيش ان احنا وصلنا الى احسن حاجه، لكن احنا شايفين الخطه وبنشوف ازاي نمشي عليها. اتاحه خدمات الكهرباء لذوي الهمم ايضا بالاشتراك ايضا مع وزاره الاتصالات، عملنا هذا الامر. انا عارف ان سيادتك مهتم بهذا الامر بشده.